Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ya? Kalau aku Nia Amri Vlog. Lah seperti biasa ya, aku harap ngaji mana. Dan muka-muka konco-konco gak bosan-bosan ngurungan aku ngaji. Dan muka-muka bacaan Al-Quran ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur suwun kang konco-konco sing wis ni dukungan nang channelku dan sing wis nonton videoku, matur suwun ya. Muka-muka, konco-konco kabeh selalu diparingi kesehatan, diparingi lancar rezekine, lancar segala usane. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadhalika fadana ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula imannallahu 'alaihim min baitina alaysa Allahu bi'alamu bisyakirin. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَا نَبْسِهِ الرَّحْمَةِ إِنَّهُ مَنْ أَمِلَ مِنْكُمْ سُوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَزِّلُ الْآيَاتِ لِلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَوْلَا أَنْتَبِهُ أَهْوَاءَكُمْ قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على سبيلة من ربي وكلمتم بي ما عندي ما تستجلون بي إن الحكم لله يقص الحق وهو غير الفاسلين قل لو أن عندي ما تستطيعون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والجحر وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَدَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا بَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِينَ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَرْتُمْ مِنْ نَهَارِ ثُمَّ بَيْنَكُمْ فِيهِ يُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وهو القاهر فوق عباده ويريل عليكم حبطات حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفردون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينقيكم من لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم ثيابا ويذيق بعضكم بأس بعض
انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قوم وهو الحق لو لست عليكم بوكيل لكل نبي مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما تنسبنك الشيطان فلا تقعد بعد للذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم ولهوا وأرضهم الحياة الدنيا وذكر به أن يسأل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منه أولئك الذين بما كسبوا لهم سراب من حميم وأدنى عليم بما كانوا يفكرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرون ونرد على أعقابنا بعد إذ هادانا الله كالذي استحرته الشيطان في الأرض غير أن له أصحاب تدعونه إلى الهدى عدنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لتسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق خلق الملك يوم ينفع في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. الحمد لله semoga bacaan Al-Quran bagi bermanfaat ya. Matas won, tunggu konco-konco yang senang tak videoku. Ojo lali di like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, muka-muka konco-konco kafe lancar rezekine, lancar segala usahane. Amin ya rabbal alamin. Bye-bye.